السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أستكمل مع حضراتكم إن شاء الله سلسلة Immunohematology Made Easy، ونكمل كلامنا النهاردة في التعليق على المحاضرة الثامنة من السلسلة، واللي بنتكلم فيها عن الـ EBO Discrepancies، واتكلمنا المقطع اللي فات عن الـ Clinical Errors، والنهاردة إن شاء الله نتكلم عن نوع تاني من الـ Errors دي واللي ممكن تسبب لنا discrepancies في الفصيلة. عندنا حاجة اسمها technical errors. واللي ممكن تدينا false positive او false negative. والtechnical errors دي ممكن تكون خاصة بالعينة نفسها او بالreagent او بالcentrifuge وغيرها. اولا، لو حاجة تخص العينة اللي احنا شغالين بيها، العينة دي لو حصل لها اي contamination باي بكتيريا مثلا، فده ممكن يأثر على التفاعل بتاعنا. نفس الكلام لو العينة دي حصل لها mix up باي حاجة بالغلط، عينة من عينة تانية، فده برضو هيأثر لنا على التفاعل. تمام كده؟ طيب نيجي للي بعد كده. لو حاجة خاصة بالريجنز اللي احنا شغالين بيها، ايه الحاجات اللي ممكن تسبب المشاكل؟ اولا، لو حضرتك وانت شغال نسيت تحط الريجنت او البلازما ودورت على طول فطلع لك نيجاتيف، وهو طبعا بالشكل ده ممكن يكون فولس نيجاتيف، انت ما حطيتش الريجنت. حاجة تانية، حضرتك وانت شغال وقدامك اكتر من ريجنت وحطيت حاجة بدل حاجة، فدي مشكلة. او في الـ A والـ B سيلز مثلا عشان الريفيرس، وحضرتك كاتب عليهم غلط A بدل الـ B والعكس، فالنتائج هتبقى عاملة ازاي بالشكل ده. حاجة تالتة، لو الريجنت حصل لها contamination فطبعا هتديك false positive او negative، او الريجنت دي expired فنفس الكلام، فممكن تدي لك false positive او false negative. حاجة اخيرة، لو السيلز اللي احنا شغالين بيها دي في الريفيرس مثلا، السسبنشن بتاعها مش مناسب، يعني السيلز كتير جدا او قليلة جدا، فده ممكن يأثر لنا على التفاعل زي ما قلنا قبل كده، وممكن يدينا false negative. ومن الحاجات اللي هي في التكنيكال ايرورز حاجات خاصة بالcentrifugation اللي احنا شغالين بيه، يعني لو مش معمول له معايرة صح calibration، فده ممكن يأثر لنا على التفاعل وعلى النتائج. نفس الكلام لو عملنا centrifuge لوقت اقل من المفروض او اكتر من المفروض، فده ممكن يدينا برضو false negative او false positive. نيجي للحاجة اللي بعد كده الخاصة بالايه؟ بالانكيوبيشن. زي ما قلنا قبل كده، احنا لو عملنا انكيوبيشن في درجة حرارة مش مناسبة، فده ممكن يأثر على التفاعل. نفس الكلام لو وقت الانكيوبيشن ده كان اقل او اكتر من المفروض، برضو ممكن يأثر على التفاعل. وقلنا برضو انه ممكن ان الشخص ما يقدرش يميز النتائج اللي هي الويك، فدي مشكلة، او انه يحدد او ما يعرفش يحدد يعني الرياكشن جريد بتاع التفاعل، فدي برضو مشكلة. تمام كده؟ طيب نقف عند النقطة دي النهاردة، ودي تكون نهاية مقطعنا النهاردة. الى ان نلتقي قريبا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.